ذكرتني في قصه المضحكه هذه مره من المرات كان في استشاره فقلت لاحد الشباب او الابناء ابن يعني فقلت له طيب تحدث مع مع والدك قال سيلقي علي خطبه يقول سيلقي علي خطبه يعني فيقول متعودين الكلام كثير لكن اين اين هو هذه هذه الاشكاليه يعني مثل ما ذكرت مشكله الناس من حرصهم طبعا على ابنائهم ليس لانهم يريدون مضايقه ابنائهم، لكن في المقابل هذا يدفع ابنائهم يدفع ابنائهم الى ان يبتعدوا عنهم. ثم هم يبدون مشوار اخر ينصحون ابنائهم لماذا يبتعدون عنهم. جميل فيزدادون بعدا. جميل. <applause>